كابتن طارق. كابتن ميدو، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن طارق، عامل ايه؟ كابتن ربيع، الف مبروك على الماتش. كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد صلاح الدين، مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن ربيع. الله مبروك كابتن وليد، متشكرين يا كابتن، مبروك علينا كلنا يا كابتن. مبروك. يعني شفت الماتش ازاي كابتن طارق؟ يعني في عجاله. في عجاله المباراه، يعني برضه ما لعبش مباراه وفي كلام كتير حدث ان وليد دجله بيلعب مجموعه من الولاد الصغيرين وان المباراه ما لعبتش. يعني برضه الكلام ده بيبقى ممكن، يعني لو احنا مش مركزين ولو احنا مش واخدين مباراه جديه، المباراه صعبه علينا وفعلا صعبه. يعني نفس السيناريو مباراه القطن، انت احنا قلنا مباراه القطن فرقه مجموعه ودخل فيها اهداف وما كسبتش حد وخسرنا كل الفرق. برضه في بدايه المباراه دي فينا جون ومباراه صعبه بتقول ان احنا مركزين ورجعنا المباراه. فاحداث المباراه بتسهلها واحداث المباراه بتصعبها. صح. النهارده انت بتلعب في مجموعه من الولاد الصغيرين بيلعبوا، انما ما شاء الله ولاد كويسين ولعبوا اكثر من ماتش قبل ما يلعبونا، لعبوا مع اسوان ولعبوا مع الداخليه ولعبوا وفيهم اكثر من نص الفرقه يعني اساسيين في وادي دجله. تمام. المباراه صعبه طبعا، احداثها بقى هي اللي بتقول التركيز الحمد لله بعد ما جبنا جول بعدها اقل من 5 دقايق تعادلنا الحمد لله. وتجربنا الهدف الثاني، المباراه اتسهلت. يعني المباراه اللي كانت محتاجه جول في الاول. تتسهل اكتر من كده، فالحمد لله طبعا بشكر اللعيبه طبعا على الاداء. النهارده برضه في ناس مريحه كتير انت عارف. والمباراه اللي جايه بقى ان شاء الله برضه مهمه بالنسبه لنا، يعني مباراه الزمالك ان شاء الله. هو دجله ما عندوش فرقتين بيلعب بيهم، ودجله بيلعب بفرقه واحده، ممكن يكون بيطعمها بناس يعني اعمارها صغيره شويه، لكن هو ما عندوش فرقتين. يعني حته ان هو يلعب بالناشئين دي اعتقد ان هي كان كلام للشو الاعلامي مش اكتر. بالظبط، يعني بالظبط عشان كده احنا قلنا، يعني بس عشان اكد على الكلام ده والجهاز الفني كله المعاون، ان المباراه مش سهله، المباراه صعبه جدا جدا، واحداث المباراه هي اللي بتفرض نفسها بقى. يعني انت هتبقى مركز وهتاخد المباراه بشكل بدني، هتلاقي المباراه ان شاء الله تستاهل. واللي حصل الحمد لله، رغم ان جبنا جول في الاول، ولكن الحمد لله بعدها الجول ما تاخرش بتاعنا، جول التعادل ما تاخرش. برضه الهيد السريع بتاع الولاد الصغيرين، فرقتهم سريع والاداء بتاعهم سريع، انما الحمد لله كان عندنا تركيز عالي جدا النهارده. ببارك طبعا للشناوي على الماتش النهارده، منافسه بينهم كتير وبين عادل وبين مصعب، وان شاء الله بقى نختم الاسبوع الجاي ان شاء الله بطوله الزمالك، ودي بقى اداء ان شاء الله يعني افضل النهارده كمان ان شاء الله. يعني يا كابتن طارق، انا كنت اسالك طبعا على مستوى الشناوي وتحديدا الهدف، هل هو كان فيه جزء من المسؤوليه شويه ولا الشناوي كان بعيد عن مسؤوليه الهدف؟ وقول لي برضو الاستراتيجيه اللي حضرتك ماشي عليها مع الحراس في اطار بطولات المتلاحقه اللي احنا داخلين فيها. والله بص يا كابتن، هو طبعا في شك ان احنا كجهاز فني طبعا من وقت بنسمع على راس الجهاز بيبقى طبعا الموضوع ان يبقى فيه يعني مباراه ومباراه، دي مش بزنس خالص. يعني هو بيبقى فيه جول بيلعب وجول ماشي بشكل كويس فبيكمل، ولو في فرصه بقى زي ما احنا زي ما انت بتشوف كده، يعني كان في فرصه ادينا لاحمد عادل في مباراه المصري. قبلها الشناوي برضه كان في ماتشات في الكاس خد، وفي مباراه يمدي لعب يمدي ولعب سموحه. النهارده برضه الشناوي بيلعب ثالث مباراه في الكاس، الشناوي لعب دور ال 32 ولعب دور ال 16 وبيلعب النهارده دور الثمانيه. فبنحاول ان احنا برضه ما نبعدش الحراس عن الشركه، انما طبعا هو بيبقى فيه طبعا معروف ان في حاجه التكتيك ده، خد بالك الحراس اللي بيعملوها ده تمام، يعني حارس المرمى هو اللي بيعمل، مش هو اللي بيخلي نفسه رقم واحد واللي بيحط نفسه اكيد اكيد ده بادائه وشغله. فالحمد لله المنافسه بينهم قويه وشرسه، وفي النهايه بيطلع اداء كويس الحمد لله. هم ما شاء الله عليهم يا كابتن طارق، يعني حاجه جميله قوي يعني الحمد لله، يعني بفضل ربنا طبعا ومجهودك معاهم. كنا محتاجين، كان محتاج بس الشناوي يبقى في متابعه شويه من اللعيبه، كان في مؤمن يعني الكتاب كان مانع الرؤيه عامل شويه. بالظبط، كنا لسه بنتكلم فيها حالا. انا سمعت كان مؤمن حاجب الرؤيه شويه، انما كان ممكن تبقى على الجنب شويه، كانت تديله فرصه ان يقوم يتعامل معاها تاني، انما طبعا الكوره كانت سريعه والراجل عمل كوره بسرعه. بقول له هارد لاك، وبرده الشناوي بيأدي بشكل كويس يعني. لا 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 ما شاء الله، حاجه جميله، حاجه جميله. وتركيزه عالي الحمد لله، والحمد لله اتمنى ان شاء الله يضرب بنفس كده المرحله الجايه والماتش اللي جاي عشان نكمل بقى ان شاء الله بعد كده بطوله عربيه باذن الله. يعني كل التوفيق للكابتن طارق، وان شاء الله من نجاح لنجاح مع حراسك الجمال ان شاء الله.